أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: ما الحكمة من خلق الجن والإنس وما الأدلة في ذلك؟ الحكمة بيّنها الله جل وعلا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم الله لعبادته، هذه هي الحكمة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.